هلا هلا اصدقائي، شوكم شخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. رجعنا لكم فيديو جديد. هذا الفيديو مختلف والمكان جديد، مثل ما تشوفون خضار ورايا، كل خضار يا. واليوم الاول مره جينا البارسان ويا اصدقائنا. وقبل ما تشوفون الفيديو لا تنسون اللايك شير سبسكرايب اذا بعدكم ما مشتركين بالقناه، واكتبوا لي بالتعليقات شنو حابين تشوفون الفيديوهات الجايه. خلينا نروح. شوفوا هالجمال. وبما انه هذه الحلوة اكو جماعة كل نص ساعة يوقفون حتى ناخذ صور. كورتي انا راحت هناك تاخذ صور، هي لابسة زي كورتي اني لا اليوم. واذا حابين يكون عندكم معلومات عن هذه الاماكن اللي راح نروحها اليوم، افتحوا صندوق الوصف، راح اضيف كل المعلومات، الماب، الاسماء، الاسعار، اذا رحنا اماكن او اشترينا شيء. يس، افتحوا في صندوق الوصف وراح تشوفون كل المعلومات. هذا روحه متي لستيتي والله مزال انا خويا زاري ميتي الله انا زاري متوم لتيتي متوم لها وركرتي. اي واحد يجي البارزان يزورون مقبرة شهداء البارزان هنا. فيا بالعادة انه يجون وفود مثل ما تشوفون هنا، واني ما احب اتقرب على مود الكورونا. فيا اللي حاب يجي فاخلي لكم الماب مال هذا المكان. ومثل ما شفتوا زرنا مقابر شهداء البارزان، واللي حاب يجي طبعا اخلي لكم اللينك هنا، واذا حابين تجون اكيد باي وقت تقدرون تجون تزوروهم. وهذا شرح بسيط بثلاث لغات عن تأسيس هذا المكان، مقبرة شهداء البارزان. ويب هسه نتغدى هنا بروبا ريستورانت اللي هي تابعة للفندق اللي هنا ورا هذه السيارات، موجود الفندق. وهسه اصور لكم كل شيء. يو يو، وهذا الفندق، فندق روبار على بحيرة ما ادري شو تقولوا لها، زاب الاعلى. الفيو مالته كلش حلو مثل ما تشوفون. واو، معلومة، الطريق من أربيل لحد بارزان تقريبا من ساعتين إلى ساعتين ونص، حسب إنه إذا توقفون بالطريق تاخذون صور وهيجي. فيا ونصيحة إنه تعالوا من الصباح على مود الطريق، يعني بالويكند عادة نهاية الأسبوع السبت جمعة يكون كلش ازدحام، فتعالوا من وقت شوية حتى تشوفون الأماكن الحلوة كلها تلحقون. يعني ما اعرف اذا اقدر اروح عليه. او ماي جود، وي 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 وي، هذا هم دي صور. شوفوا الريستورانت، هذا السقف او ماي جاد كلش حلو، والقعده هيجي. طبعا دول اصدقائي اقدم لكم جماعه يا. وهذا السد، المي يجي هذا زاب الاعلى. الفيو مال المطعم. شوفوا المنيو.
خلصنا غدا اكلنا فشي خفيف لطيف ظريف وطالعين على الاماكن على مود انه نقعد واحنا نشوي والشاي راح يكون برا فترقبوا. يس مثل ما تشوفون وصلنا لهذا المكان وهسه اصور لكم مكان بشكل عام هنا شلون صاير خضار وشجر وكل الاماكن الحلوه. يس واصدقائنا دي يحضرون الغراض وينزلون الغراض على مود نشعل النار اكيد نشرب شاي هنا. او ماي جاد هذه الورود الحمراء تطلع بس بالربيع هنا فبهذه المنطقه مليانه هذه الورود. وعلى فكره هسه انه شهر الرابع باقي الاماكن يجي الخضار ما باقي يعني قل ولكن بهذا المكان بعده باقي والجو كلش حلو هذا. واو تسمعون الصوت. وحابه انطيكم معلومه عن هذا المكان انه ممنوع الصيد بمنطقه بارزان فكلش عادي تشوفون حيوانات تشوفون غزال اي حيوانات انه الناس تصيدها لكن هنا ممنوع والشخص يعاقب عليه. واذا حابين تشوفون الاماكن اللي اروح لها بشكل عام والمطاعم وانطي رايي عنها فتابعوني هنا على الانستغرام راح اكتبه هنا. يس فتابعوني هناك على الانستغرام وتشوفوني يوميا يوميا اني بالعاده اتغدى برا ف تشوفون الاماكن اللي اروحها باربيل او بمكان ثاني اي مكان كان. يا جماعه الخير اشترينا هذا اسمه الرواس حامض وفقط بالربيع يطلع هيك تنظفونه ويا الملح والف عافيه. يمي يمي يمي. وهسه وقت الشاي وما يحلى الشاي إلا على الفحم وبهذا الجو الحلو. وصلنا لنهاية الفيديو أتمنى أنه نال إعجابكم. أكيد إذا عجبكم الفيديو لا تنسون اللايك شير سبسكرايب وأشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.